استشهد 3 فلسطينيين في الضفة الغربية بعد تنفيذ عملية إطلاق نار بطولية أصيب خلالها 8 جنود صهاينة ومستوطنين. هذا وتحولت مدينة القدس إلى ثكنة عسكرية بعد إطباق الحصار عليها من قبل قوات الاحتلال التي منعت الفلسطينيين من الصلاة في المسجد الأقصى. ويأتي ذلك فيما واصلت قوات الاحتلال سياسة الاعتقالات اليومية بحق الفلسطينيين بالضفة، حيث شنت اليوم حملة واسعة طالت 68 فلسطينيا، ما يرفع حصيلة الاعتقالات منذ 7 أكتوبر الماضي إلى أكثر من 2735. لليوم 41 على التوالي تواصل سلطات الاحتلال حصار مدينة القدس وتحويلها إلى ثكنة عسكرية، وتمنع الدخول للصلاة في رحاب المسجد الأقصى إلا للبعض القليل، مع استمرارها بإصدار اختارات الإبعاد للمرابطين بشكل دائم بهدف إفراغ المنطقة كليا. ضمن السياسات التهويدية للاحتلال الإسرائيلي لمدينة القدس كان من الواضح جدا استهداف المسجد الأقصى وأيضا كنيسة القيامة. يعني طوال الفترات السابقة كان هناك استهدافات، ولكن من الواضح جدا أن موضوع التقسيم الزمني والمكاني للمسجد الأقصى هو يعني يمشي بوتائر سريعة، وإذا لم يكن هناك ردود أفعال حقيقية تردع الاحتلال هذا سيتم. وعلى إحدى الحواجز الفاصلة بين مدينتي القدس وبيت لحم، أعدمت قوات الاحتلال 3 شبان بدم بارد بحجة محاولتهم تنفيذ عملية في المكان بعد إصابة 7 جنود احتلاليين، في الوقت الذي تستمر فيه عمليات اقتحام المناطق الفلسطينية وتحويلها إلى ساحة حرب باستخدام كافة أنواع الأسلحة واعتقال عشرات الفلسطينيين. الشيء الملفت خلال 10 أيام الماضية يعني الاعتقالات أو أعداد المعتقلين التي فاقت كل التوقعات. يعني هناك أكثر من 100 معتقل تقريبا باليوم من محررين وكبار سن ومسنين وشباب صغار. إسرائيل دائما تستخدم هذه الحلول، وإسرائيل تريد أن تقول بأنها تسيطر على مقاليد الأمور. وعلى الأرض أيضا تستمر حالة الغليان في كافة أرجاء الضفة الغربية نصرة لغزة وضد كافة الجرائم التي يرتكبها الاحتلال من عمليات الإبادة الجماعية ورفضه لتطبيق القرارات الدولية والالتزام بها. في ظل استمرار جرائم الاحتلال انهارت كافة معاني الإنسانية وحقوق الإنسان، وعلى المؤسسات الحقوقية حول العالم أن تمارس دورا أكثر تأثيرا. لتلفزيون دولة الكويت من الأراضي الفلسطينية دارين غيث.